بلغت في ال كلمة الرئيس الخطيب يعني في نفس النهاردة في يعني الاحتفال اللي كان معمول النهاردة. أول مرة أعرف مع حد قال لي قبل كده إن في قلادة، ولأن أكون أنا أول واحد يعني ياخد هذه القلادة ولا أي حاجة يعني. أبلغت من كلمة كابتن خطيب هو رئيس النادي النهاردة. أيوة. في الاجتماع اللي حصل بعد الفطار يعني. ايه اللي دار بين حضرتك وبين الكابتن محمود الخطيب ضمن صور بننشرها دلوقتي واحنا بنكلم حضرتك على مستوى ما قيل سيادة المستشار؟ لا يعني مش واخد بالي، مش قصدك ايه من الكلام ده يعني؟ يعني خلال التكريم ايه اللي دار بينكم على مستوى الكلام اللي دار ما بين حضرتك وبين رئيس الاهلي الكابتن محمود الخطيب؟ لا كابتن خطيب يعني قال كلمة طيبة استعرض فيها يعني بإيجاز ايوه مسيرتي مع النادي الاهلي منذ ان دخلت في انا دخلت النادي الاهلي 1943 ما شاء الله. في الـ في الـ في الاشبال. اول سنه كان يعملها كابتن محمود التتش بعد اعتزاله، ايوه هو اعتزل سنه 40 اظن او 41، ايوه ثم عمل حاجه اسمها الاشبال صغار السن اللي يعني زي ما تقول هو بيشوف اذا كان ممكن يبقوا براعم او يبقوا بدايه للسكن تيم الثاني، كان يسموه زمان الابيض والاحمر. ايوه الاحمر ده فيرست تيم والابيض ده سكند تيم يعني، واخبر حضرتك. ايوه ف جه اختارني من ضمن 6 7 انفار، كنا بنلعب في مدرسه الاورمان ضد مدرسه جمال خليل الاسلاميه ايوه في ارض المعلمين اللي هي دلوقتي محل الفندق بتاع المعلمين يعني ايوه حاليا يعني. بس فابتدينا مع النادي الاهلي سنه 1943 ما شاء الله. ومن يعني وقتها بحسب اعلان الاهلي النهارده تعمل دائما كمتطوع بدون تقاضي اي اجر رغم كميه القضايا اللي اشتغلت عليها لصالح الاهلي، اكيد ده برضه بيمثل شيء كبير بالنسبه للاهلي والاهلاويه سياده المستشار. لا انا بس عايز يعني زي ما تقول نحط الخط والحروف. الاهلي بالنسبه لي منزل او بيت او عائله، واخد بالك؟ ايوه وانا لا اتخاذ اي اجر عن اي عمل قانوني او غير قانوني من بيتي او من عيلتي او من قرايبي تمام يعني، واخد بالك؟ مفهوم. فالاهلي بالنسبه لي هو عيلتي وبيتي وقرايبي واصدقائي وزملائي على ايوه مدى على يعني على سنوات طويله يعني يمكن 50 سنه ولا حاجه. ما شاء الله. فيعني من غير المعقول ان انا اتخذ اي اجر عن اي عمل. وبعدين عايز اقول حاجه، اتفضل. انا ما بشتغلش لوحدي اكيد يعني، واخد بالك؟ في مجموعه طيبه من الزملاء والقانونيين والاداريين ومجلس الاداره او مجالس الاداره المختلفه، بدءا من مجلس اداره كابتن صالح سليم ايوه وثم مجلس اداره كابتن حسن حمدي ثم مجلس الاداره الحالي برئاسه الخطيب. ما بين المجالس كان مجلس المهندس محمود طاهر، ما كنتش موجود في وقته؟ لا انا ما دخلتش مع علما ان محمود طاهر من خير الناس اللي راسوا النادي الاهلي تمام برايي برايي، ايوه لان هو عمل خدمات جليله جدا للنادي ولاعضاء النادي وحسن الخدمات كلها وحسن الـ يعني زي ما تقول ايه البنيه الاساسيه للنادي الاهلي واضاف اليها ايوه شيء غير يعني ما اعتقدش ان حد يقدر ينكره يعني. زائد ان هو كان ويانا في احد مجالس صالح سليم يعني. مظبوط. طيب اذا حبيت على كم القضايا اللي اشتغلت عليها عبر 50 عاما او اكثر سياده المستشار تقول ايه اهم القضايا او القضيه اللي انت بتفخر انك اشتغلت عليها وحصلت للاهلي فيها على حق من خلال عملك كمستشار للاهلي، هتكون ايه؟ لا هي ضروري يعني قضايا يعني حضرتك اذا كنت بتخصص قضايا في المحاكم ده شق، انما قضايا بمعنى موضوعات يعني. ايوه مظبوط الاثنين يعني. قضيه او قصه تحب تقول انك بتفخر انك اشتغلت عليها؟ لا بس بلاش حكايه تفخر دي بعد اذنك يعني. ايه؟ بلاش حكايه تفخر دي ليه؟ ولا اي حاجه، لان الفخر الفخر معناه الاستعلاء على الناس. تمام انا مش بفخر بحاجه. ايوه انا
بيوكل الي موضوعات اؤديها بما يحقق مصلحه النادي الاهلي حسب وجهه نظري. ايوه. وقد يختلف الناس وياي بعضه. اختلاف وجهات النظر مطلوب لانه برضه بيؤدي الى نتيجه طيبه. واخد بالك؟ يعني زي ما تقول اللي هم جماعه الاجانب يقول لك سباركلينج. سباركلينج يعني ايه؟ انك تعمل تشعل الشعله يعني. مظبوط. يعني واخد بال حضرتك من الاحتكاك. ايوه. من الاحتكاك. فاللي انا عايز اقوله ان في موضوعات قدرنا يعني نصل فيها الى مثلا موضوع الارض بتاعت الجزيره. ايوه. الارض بتاع النادي الاهلي في الجزيره. قدرنا نصل مع سيد محافظ القاهره مصطفى بيه سعيد. ها؟ وده كان من افضل الناس اللي خدموا النادي الاهلي في رايي. وقدرنا نصل الى حل او يرضي الجميع. واخبر حضرتك وما يضيعش يعني زي ما تقول ايه المقابل للخزنه العامه. تمام. للدوله يعني. أيوه. يعني واخبر حضرتك ازاي؟ وبس عايز اقول هنا بقى بهذه المناسبه يمكن في واقعه الناس مش عارفاها. اتفضل. سنه 49 1949 ها؟ احنا بنشوف بقى النادي الاهلي تاريخه ايه؟ ايوه. يعني اخبر حضرتك ازاي؟ واحتكاكه بالجهاز الاداري للدوله ازاي؟ هو مش احتكاك، هو العلاقه مع الجهاز الاداري للدوله. ايوه. سنه 1949 الملك فاروق اصدر مرسوم ملكي. او مرسومين ملكيين. ايوه. مرسومين ملكيين في مايو 1949. ماشي؟ ايه محتواهم؟ المرسوم الاولاني ان اعتبر النادي الاهلي نادي تربوي قبل ما يبقى نادي رياضي. تمام. نادي تربوي قبل ما يبقى نادي رياضي. وبالتالي 17 فدان دكتور بتوع الجزيره واخبار حضرتك اللي هو المقر القديم الاولاني بتاع النادي. الملك فاروق اصدر قرار مرسوم ملكي بانه يبقى بجنيه واحد في السنه. تمام. ايجار رمزي جنيه واحد في السنه. ايوه. في نفس اليوم مرسوم ملكي اخر بان مقار تحفيظ القران في القطر المصري تبقى بجنيه واحد في السنه. يعني الملك فاروق والجهاز الحاكم في مصر والوزاره اعتبرت النادي الاهلي مثيل او ثنوه لتحفيظ القران. انه يعني لو في دور ديني لتقويم المجتمع ففي دور تربوي لتقويم المجتمع مقره تربوي. النادي الاهلي تربوي. مفهوم. واحنا اعتمدنا على هذا وكان لمده 20 سنه. الجنيه ده كان لمده المرسوم الملكي كان 20 سنه. 20 سنه. أيوه. من 49 ل 69. واخد بالك؟ مفهوم. طيب اتفضل. 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 انا اسف على قطع كلامك. كنت عايز اسالك على يعني بما انه القلاده قد ابتكرت النهارده واول من تسلمها هو المستشار محمود فهمي، اذا سئلت من ترشح للحصول على قلاده الاهلي الذهبيه الثانيه، ترشح مين لمن او ممن انجزوا او اسهموا في تاريخ الاهلي او خدموا الاهلي بدون مقابل؟ لا يعني ده اقدر اقول لك اربع خمس اسماء نحب نسمعهم. اسم المرحوم صالح سليم. الله يرحمه. الله يرحمه. ده نمرة واحد. ها؟ تمام. برضه نمرة اثنين كابتن حسن حمدي. تمام. واخد بال حضرتك؟ كابتن خطيب. تمام. واخد بالك؟ يعني دول يعني زي ما تقول علامات على الطريق في نهضة النادي الأهلي. في رأيي. تمام ممتاز. طبعا قبل صالح في حسين حجازي. تمام. قبل صالح. ايوه. الفريق حسين ومختار التتش. ها؟ ايوه. انا بس بقول اسماء مفهوم ليها بصمه في يعني زي ما تقول ارتقاء النادي الاهلي وصعود النادي الاهلي لاعلى. جميل جدا. اخيرا الاهلي من ايام كان شكر مؤسسات الدوله وبقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلن انه هيبدا تأسيس أو وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي في مقر الأهلي بالشيخ زايد، هل كان لحضرتك دور في هذا التفاهم أو التوصل أو التواصل مع قيادات الدولة لإنجاز هذا الأمر؟ لا الحقيقة إحنا يعني ده بيتولاه النهاردة مجموعة سيبة من الزملاء في النادي وأخبار حضرتك وفي وزارة الرياضة. تمام. سيادة الوزير أشرف يعني.
ممتاز. يعني واخد بالك، انا ملياش دور قوي في جميل جدا. الموضوع ده الحقيقة يعني.